هي دائما لقاءات مع أخي ناصر، لقاءات حميمية بين إخوة وبين أصدقاء وشركاء، نتحدث بكل انفتاح وبكل ثقة في الهم الفلسطيني وهو أيضا الهم المغربي. ونحن في حديثنا اليوم كنا على توافق كامل في كافة القضايا والنقاط التي جئنا على ذكرها وعلى طرحها فيما بيننا. نحن حديثنا كان في كيفية وقف المجازر التي ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة. حديثنا كان في كيفية وقف الدمار والقصف والقتل في قطاع غزة. حديثنا كان في كيفية منع أن يكون الجوع والعطش وغياب الدواء والاهتمام الصحي سلاح إضافي في قتل الأبرياء من شعبنا الفلسطيني وتحديداً من الأطفال ومن النساء، وفي كيفية توفير ما يحتاجونه من مساعدات إنسانية وغذائية، في كيفية توفير الحماية لشعبنا في قطاع غزة بعد أن أصبحت قطاع غزة مقبرة مفتوحة للأطفال والنساء، في كيفية منع التهجير الذي أصبح واضحا وضوح الشمس كجزء من السياسة الإسرائيلية والهدف الإسرائيلي في تفريغ قطاع غزة من سكانه وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير مسكونة وغير قابلة للحياة. نحن تحدثنا في هموم هذا اليوم وفي كيفية معالجة احتياجات هذا اليوم وفي كيفية العمل على منع المزيد من سقوط الأبرياء في قطاع غزة، ولكن أيضا نظرنا إلى اليوم الذي يلي وفي كيفية الانتقال السلس إلى ذلك اليوم من خلال البناء الصحيح على ما يحدث اليوم والاعتماد عليه في تلك المرحلة. ما قاله أخي ناصر هو صحيح كل الصحة. قطاع غزة والضفة الغربية يمثلان وحدة جغرافية واحدة، منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية هي قيادة منتخبة ممثلة لهذا الشعب، وأن ضرورة العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، وأن حل الدولتين هو الحل القائم والوحيد الذي يمكن العمل عليه من أجل تحقيق كل ذلك. لن نسمح بعودة الاحتلال إلى قطاع غزة أو ضم أجزاء من قطاع غزة أو تهجير شعبنا من قطاع غزة. ولكن في الوقت الذي تحدثنا فيه عن قطاع غزة لم نغفل ما يحدث في الضفة الغربية وما يحدث في القدس الشرقية أيضا. في الضفة الغربية هناك استهداف واضح لنقل هذا الدمار إلى أيضا إلى الضفة الغربية، وفي استفزاز المواطنين في الضفة الغربية من أجل المزيد من القتل بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة ومنذ 7 أكتوبر سقط في الضفة الغربية لوحدها 280 فلسطيني في داخل الضفة الغربية قتلوا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، وبالتالي هذا الاستهداف هو استهداف واضح. نحن نعمل معا مع الأشقاء في المملكة المغربية ومع كل الأشقاء العرب والمسلمين ومع المجتمع الدولي من أجل وأد هذه المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا في الضفة الغربية كما هي المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا في قطاع غزة. القدس الشرقية أيضا هي مسرح لهذه المؤامرة،
ويعمل جلالة الملك كرئيس للجنة القدس، وفي من أجل أيضا الحفاظ على الوجود الفلسطيني في هذه المدينة كمدينة عربية مسيحية إسلامية خالصة. وبالنسبة لنا هذه مهمة نحن أوكلنا بها كدولة فلسطين، كمملكة مغربية، كدول عربية ودول إسلامية، للحفاظ على هذه الشخصية الهامة لمدينة القدس بكل ما تحمله من معنى. أنا أريد أن أشكر أخي ناصر على هذا الالتزام الكبير الذي تمثله المملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، وهذه المسؤولية التي يعبرون عنها باستمرار في مواقفهم الرسمية التي تصدر دائما، وهذا ليس بغريب على جلالة الملك، على الشعب المغربي، على الحكومة المغربية، على الجميع، وعلى أخي أيضا ناصر. فكل الشكر لكم منا لهذه المواقف. فلسطين تحتاج إلى الدعم والإسناد، ونحن على ثقة بأن المملكة المغربية سوف تستمر في تقديم مثل هذا الدعم والإسناد لأشقائها في فلسطين وللقيادة الفلسطينية من أجل تخطي هذه المأساة والخروج منها والاستمرار في العمل. وكما كان يقول دائما الرئيس الراحل ياسر عرفات، سوف يخرج طائر الفينق من بين الركام والرماد لكي يحلق عاليا من جديد، وهكذا سوف تبقى القضية الفلسطينية تحلق عاليا من جديد وباستمرار وبدعم من الجميع ومن الأشقاء وخاصة في المملكة المغربية. شكرا جزيلا أخي ناصر.